أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حققت العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخارجي، أبرزها الانتقال إلى العمل بنظام الحوسبة السحابية. من إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال العام 2019 تدشين بطاقة الهوية الجديدة التي شنها سمو ولي العهد في مطلع العام. أصدرنا إلى اليوم 411 ألف بطاقة. عندنا أيضا النظام الوطني للإشعارات، الهدف منها هو توحيد، يكون في منصة وطنية للإشعارات والتخلص من الورق وسرعة إعلام المواطنين والمستثمرين والمقيمين بإشعارات والقرارات والأمور الحكومية، وإن شاء الله راح يكون لها انعكاس كبير على تخفيض التكاليف وسرعة إنجاز المعاملة وتحقيق رضا لدى المواطنين. عندنا أيضا النظام الوطني لشكاوى تواصل اللي يعني وصلت عدد جهات المنظمة للنظام 40 جهة، وعندنا الأرقام وصلت إلى أكثر من 140 ألف. نسبة التعامل مع هذه الشكاوى أكثر من 99% ضمن الوقت المحدد. لذلك ويعني بسبب هذا النظام الموحد والوطني واللي رفع من رضا المواطنين بالخدمات الحكومية وثقتهم بالخدمات وأصبحت يعني منصة لتطوير الخدمات الحكومية، حصل المشروع على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية بالكويت ضمن أفضل 10 مشاريع على مستوى الوطن العربي، وهذه حقيقة يعني شهادة نعتز بها ودليل على أن احنا ماضين في الطريق السليم في تحقيق إنجازاتنا. أيضا عندنا لجنة حوكمة تقنية معلومات والاتصالات، استلمت اللجنة أكثر من 55 طلب لمشاريع كبرى تم مراجعتها بحوالي يعني قرابة 7 ملايين دينار، وأكثر من 2000 طلب من الجهات الحكومية تم معالجتها بمبلغ تقريبا 9 ملايين دينار. ساهمت طبعا كل جهود اللجنة في خفض التكاليف بأكثر من 30% وتوفير ملايين الدنانير، ووجهت بأن يكون هناك سياسات موحدة لدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة طبعا إلى المشروع الانتقال للحوسبة السحابية.